عجب بغيتي ست يعني اشتغلتي فقط في العراق ليش؟ شنو عاتب على الدولة لأنه هي المفروض تعتني بالفنان. أغلبية الفنانين العراقيين حالياً يعيشون مأساة مادية. شنو أبرز أخطائك سما محمد بكل صراحة؟ يعني فنانة يعني نجمة في بلدي والناس كلها تحبني وتحترمني، ليش دا أروح إلى عوام حتى يعطيني مخرج دور؟ أعطيني حالة قولي هذا النموذج للانتقاد البناء. يعني أنا مش أريد أطلق من عنده، أهلي ما كانوا يوافقون على هذا موضوع الطلاق. يعني قصتك تتوقعين ما راح تهم المشاهد لأن ما بيديك الإثارة؟ قالوا لي اليوم أكو سهرة بعوامة وتعالي نسوي، هناك راح يجون مخرجين.